أول فكرة في العالم لعرض محتوى 3D أو ثلاثي الأبعاد كان في القبة السماوية في مكتبة اسكندرية سنة 2002، وده كان قبل أصلاً ظهور تقنية 3D اللي احنا عارفينها بشكلها الحالي بسنين كتيرة جداً. القبة السماوية في مكتبة اسكندرية زي ما انت شايف كده من بره هي على شكل كورة، هي أيضاً من الداخل على شكل كورة، بتكون انت موجود كمشاهد داخل الكورة دي، والمحتوى أو الفيلم الوثائقي اللي بيعرض فيها بيوفر لك رؤية من ثلاث اتجاهات مختلفة، فبالتالي بتعيش تجربة 3D وبتكون جوه الحدث، ويمكن كمان بتستمتع بالحدث أكتر بكتير من تقنية 3D الحديثة اللي احنا عارفينها بشكلها الحالي. ومش بس كده، عشان يعيشوك أكتر في جو الفيلم الوثائقي اللي انت بتشوفه وانت داخل القبة السماوية، كل شخص موجود في القاعة بيقدر يشوف الفيلم بلغة الأم. اللغة الأساسية اللي بتتعرض بيها الأفلام غالبا بتكون اللغة العربية، لكن بيكون في سماعات متاحة للزوار الأجانب إنهم يسمعوا الفيلم باللغة الأم ليهم، وبالتالي تجربة المشاهدة بتكون خيالية. لو انت من مصر وبالأخص كمان من أهل اسكندرية ولسه لحد دلوقتي ما دخلتش القبة السماوية، فايتك كتير قوي إن انت تتعرف على حاجة عظيمة لدرجة انت ما تتخيلهاش.